لحظات تسليم الميداليات الفضية في حضور السيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مهندس هاني بوريدة رئيس اتحاد كرة القدم المصري، وطبعا الحضور هنا في ملعب اللقاء. نهضة بركان فريق قدم أداء مميز في هذه البطولة، وصل إلى المباراة النهائية، وأمامنا هنا وجود رئيس نادي الزمالك أيضا في اصطفاف هنا في هذه اللحظات. مستشار مرتضى يسلم لاعبي فريق نادي نهضة بركان هذه الميداليات. الزمالك لن يسقط أبدا رغم الكبوات، لم يفرط في اللقب، ونادي الزمالك الحقيقة والإصرار كان من أجل تحقيق لقب وبطولة. نادي الزمالك بجمهوره، جمهور الوفاء والانتماء، جمهور لا يترك فريقه مهما كان، جمهور مع الزمالك الحب والعشق، ويعني تعب الأعصاب ووجع القلب والدموع المحبوسة، ولما نكسب نبكي. هذا هو الزمالك، زمالك في القلب إلى الأبد. دكتور أشرف صبحي أيضا وزير الشباب والرياضة، واحد من أبناء نادي الزمالك على فكرة، دكتور أشرف صبحي واحد من الأسماء الكبيرة اللي كان طبعا من ضمن الأسماء اللي كانت يعني تلمذت على يد دكتور كمال درويش، أحد رؤساء نادي الزمالك ورؤساء نادي الزمالك اللي توالوا على أسس هذه النادي، من محمد حيدر باشا ودكتور محمود شوقي وعبد الحميد الشواربي ولطيفة برجية وعلو الجزار وكابتن حلمي زمور رحمه الله عليه وتوفيق القشر، حسن عامر ابو الحسن ابو الفتوح، كابتن نور الدالي رحمه الله عليه، جلال ابراهيم مستشار سياده الجلال ابراهيم، كمال درويش، مرسي عطا الله، رؤوف جاسر، ممدوح عباس، ودكتور محمد عامر كان برضه مؤقت، ومستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. هذه اللحظات شخصيه البطل، شخصيه البطل جمهور الزمالك ولاعبي نادي الزمالك النهارده، كافئوا هذا الجمهور. لاعبي الزمالك حقيقه كانوا في الموعد، لا ننسى كريستيان جروس، لا ننسى الجهاز الفني بيير شورمان اللي معاه، وامير عزمي مجاهد اللي شفناه في لقائه مع عمرو فهمي والبكاء، وايمن عبد العزيز وتوماس جروتر، وايضا اندي كول، اندي كولي وابو زيان وايمن حافظ طبعا، واحمد زاهر ومنتصر في الجهاز الاداري، والدكتور محمد اسامه ومحمد السيد وعمرو المطراوي والدكتور ابراهيم، ويعني قائمه كبيره. نهضه بركان فريق كان مميزا، كان ندا قويا، الزمالك وجد صعوبه كبيره، لكن الزمالك في النهائي اللي وصل له في هذه البطوله، نهائي جعل الزمالك يتوج باللقب العاشر في البطولات الافريقيه بالاضافه للقبين في الافري واسيوي، ويكون جروس بقى خامس المدربين الاجانب يحققوا القاب بعد ما حقق باركر دوري ابطال 86، فيرنر الالماني كان في 96 دوري ابطال و97 سوبر، ايضا اوتو فيستر في كؤوس امام كانون ياوندي في 2000، وكابرال دوري ابطال امام الرجاء وفريق نادي الوداد في السوبر في 2003. فرحه كبيره، الزمالك يستحق أن يكون بطلا في هذه البطولة. جمهوره، جمهور الزمالك، جمهور الزمالك في بطولة صعبة، مطبات صعبة كثيرة الحقيقة، ترشح للخروج، تخطى عقبات كثيرة، الإصابات، ممثل الكرة المصرية الوحيد بعد خروج الأهلي والإسماعيلي والمصري، والدفعة الكبيرة إن شاء الله لمنتخبنا الوطني بإذن الله فيما هو قادم، وجائزة مالية 21 مليون جنيه مصري. أدي أمامنا واحد الحقيقة من النجوم أمير مرتضى منصور بما قدمه مع الفريق الأول، والدعم الكبير من مجلس الإدارة بكل الأسماء الموجودة، اللواء علاء مقلد وكابتن إسماعيل يوسف ودكتورة شريفة الفار، وما ننساش كمان يعني نائب رئيس النادي أكيد المستشار أحمد جلال إبراهيم اللي دائما وأبدا بيتواجد مع الفريق. أدي أمامنا النجوم، أيمن حفني، جنش، أوباما، الأعصاب، أدي أمامنا كهرباء المستبعد بالمنتخب، واحد من اللاعبين الحقيقة، والفرحة الكبيرة هنا، والمكافآت لكل اللاعبين اللي في القائمة، المكافآت لكل بهاء مجدي، هذه الأسماء الكبيرة اللي لعبت، البطل عمر صلاح أمامنا، محمود علاء اللي سجل الهدف التاريخي، هدف العودة أمامنا، واحد من نجومنا إن شاء الله في الأمم الإفريقية. كل التوفيق لمنتخبنا، كل خلف المنتخب، الكل لازم يكون خلف المنتخب، انسى انتمائك، انسى فانيلتك، انسى شعارك، مصر هي اللي فوق الجميع. أدي أمامنا أحمد سيد زيزو اللي سجل الركلة الترجيحية التاريخية، محمد حسن واحد من اللاعبين إن شاء الله يكون من نجوم في الفترة القادمة، النجم الكبير، أدي أمامنا النجم الكبير طارق حامد،
طارق حامد حديث يستحقه ومكافأة لهذا اللاعب خصيصا. طارق حامد هو نجم الزمالك الأول، النجم كلهم نجوم طبعا. وادي أمامنا محمود عبد العزيز، وقبليه كان حميد أحداد، عماد السيد اللي اتمنى له إن شاء الله العودة والسلامة. وأمامنا هنا اللاعب يعني إن شاء الله يكون له حضور يعني مظلوم الحقيقة، أحمد مدبولي، عبد الله جمعة الاكتشاف، أحسن ظهير أيسر في مصر ليس في اختيارات أجيري، علامة استفهام كبيرة. حمدي النجاز أمامنا هنا، وطبعا أبناء وبنات اللاعبين، أحمد زاهر اللي مجهود كبير، دينامو الإدارة، كابتن أيمن حافظ اللي أمامنا هو اللي لا يهدأ أبدا في هذه اللحظات، أيضا محمد عبد السلام، وأدي أمامنا جهيمة محمد إبراهيم والجهاز الفني والإداري الونش، كل دولة نجوم النهاردة في هذه المباراة أمامنا هو. أدي الفرحة الكبيرة والسعادة الكبيرة في مباراة اليوم. لا تنسى كريستيان جروس انتقد كثيرا، صبر كثيرا، تحمل كثيرا، لكن هو كان على الموعد، فاز بلقب السوبر السعودي امام الهلال السعودي، وكان فوز في السعوديه في جامعه الملك سعود 2-1، كان فوز مهم. ادي امامنا واحد من النجوم الكبار، محمد عبد الغني، عمر السعيد، عمر والنجم الكبير امامنا هو فرجاني ساسي، اللي ايه ادانا احساس انه ولد زملكاويا. فرجاني ساسي ولد زملكاويا، ولكن طبعا هو نجم الكره التونسيه اللي الجمهور سعيد لما ظهر على الشاشه. خالد بوطيب كان في الموعد النهارده في الركله الاولى، ركله الاعصاب. محمد عنتر واحد من النجوم، والسويسري كريستيان جروس بقى، وبيير شورمن امامنا. ادي الجهاز الفني الموجود، والمدرب الحراس المرمى يعني موجود، توماس جروت، والاسماء الموجوده في الجهاز الفني، واندي كولي طبعا الاسمر ده اللي امامنا هنا، والامور اللي بنشوفها اندي كولي التحليل اللي بيحلل التحليل الفني. ايمن عبد العزيز ابناء نادي الزمالك، ايمن عبد العزيز، امير عزم مجاهد امامنا هنا، ونادي الزمالك رحله وفرحه وحازم امام، شوار كبير والتتويج بالالقاب الافريقيه، دوري ابطال 84 86 93 96 2002، الكؤوس في عام 2000، السوبر اللي تحقق في عام 93 وتحقق ايضا 96 وتحقق ايضا في 2003. ال 12 لقب اللي حققها نادي الزمالك طبعا باضافه الالقاب، لقب النهارده والكونفدراليه وكاس البطوله، كاس البطوله، زمالك في هذه اللقطة، الكل سعيد، كل سعيد، أبطال إيد واحدة طول الحياة يا زمالك، منصور دائما وبإذن الله، زملكاوي بقلبي وروحي وكياني. هذه هي كلمات أمير الغناء العربي هاني شاكر، وكلمات أحمد طارق يحيى أيضا في التلتيمين، ولا تنسى عزيزي الشافعي، وبحبك يا زمالك، ولفة الانتصارية طبعا، ولفة الفوز والانتصار حول الملعب، والصورة التذكيرية أمامنا هنا للزمالك بطلا للكونفدرالية لأول مرة، نادي الزمالك ولاعبي نادي الزمالك، وفرحة الفوز والانتصار، مبروك لجماهير مصر، مبروك لجمهور نادي الزمالك، مبروك للفارس الأبيض، مبروك للقلعة البيضاء. الزمالك عاد ليكون ملك إفريقيا بهذا اللقب، يتوج بلقب الكونفدرالية 2019. أبطال كانوا في الموعد، نجوم كانوا في الموعد، والكل كان نجوم. أحيي أيضا العاملين في نادي الزمالك، من أكبر يعني القيادات لأصغر واحد في نادي الزمالك، الكل بذل جهد، الكل بذل عطاء. مصر إن شاء الله المضيافة، ونجاح النهاردة في تنظيم المباراة قبل انطلاقة أمم إفريقيا في مصر 21 يونيو حتى يوم 19 يونيو إن شاء الله، وتتويج باللقب الثامن بإذن الله لمصر، لفة الانتصار، ما أجمل الانتصار، ما أحلى الانتصار، هو الزمالك في هذه الليلة، في هذه الليلة وفي هذه الفرحة وفي هذه اللحظات التاريخية، ولفة الانتصار، والزمالك بإصرار يأتي هنا بتحقيق هذا اللقب، لعب بشجاعة وتركيز وسرعة ودقة، فسجل الصعب محمود علاء، ثم سجل ابو الطيب ومحمود علاء وعبد الله جمعه وابابا واحمد سيد زيزو لينتهي اللقاء بركلات ترجيح 5-3، ضيع العشرين، سجل المقدم ولبا كوتشو وسجل دايو، ولكن الزمالك هو اللي سجل. كلنا معاك يا زمالك، شعار الزمالك يقدر، شعار تحقق في يوم استثنائي لكره القدم المصريه، مصر تعود الى التتويج في البطولات الافريقيه. هي لحظات، هي فرحه، هي
يعني لقطات تاريخية، وبالفعل الزمالك هو اللي توج بلقب هذه البطولة. ألف مبروك لنادي الزمالك، ألف مبروك لجمهور نادي الزمالك وجميل الكرة المصرية. كنا في هذا اللقاء في الموعد، انتظرونا في أسبوع الأبطال هنا في قنوات بي إن سبورتس، وانتظار نهائي الدوري الأوروبي ما بين أرسنال وتشيلسي، ونهائي دوري الأبطال ما بين توتنهام وليفربول، ولقاءات وبطولات كلها حصريا على قنوات بي إن سبورتس. سارعوا بالاشتراك لكوبا أمريكا وأمم إفريقيا والتغطية الخاصة والحصرية إن شاء الله. أترك حضراتكم مع هذا الفاصل الغنائي مع الفرحة مع الانتصار والزميل عمرو فهمي. في رصد ردود الأفعال معنا أحد أبطال هذا التتويج إبراهيم حسن صاحب هدف.